عزيزاتي طالبات الصف التاسع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عنوان درسنا لهذا اليوم لمادة التربية الوطنية المحافظة على التراث. وضعنا هنا سؤال: ما هي طرق الحفاظ على التراث الوطني؟ أولا، الاهتمام بالتراث وصيانته وتسجيله وتوثيق جوانبه المختلفة وعرضها وتنظيم الفعاليات والمهرجانات التراثية. ثانيا، تخليد التراث العمراني من خلال تنظيم المعارض، تجسيد الوعي بأهمية التراث وقيمته وترسيخه من خلال المتاحف وتوعية المواطنين بها. أما وضعنا سؤال آخر: ما هي الرؤى والأفكار التي تحافظ على التراث الوطني؟ أولا، تطوير المدن القديمة وأسواقها وإعادة تأهيلها، ترميم المباني التراثية الأثرية وتأهيلها، صن القوانين التي تحافظها وتمنع التعدي عليها.